انتزعهم من بيتهم المقدسي العربي الإسلامي الكائن في عقبة الخالدين عاما ليحل مكانه من لا حق ولا شرعية ولا مكان له في القدس وفي ذلك البيت. يواصل الاحتلال عدوان على القدس وأهلها، وآخر هذا العدوان كان طرد عائلة صب لبن من بيتهم وإحلال قطعان المستوطنين مكانهم. هذه العمليات الإجرامية وهذه الحرب التي يهدف من خلالها الاحتلال إلى تهجير أهلنا في القدس وإلى استمرار هذا حرب التطهير العرقي والحرب الدينية حتى بحق كل ما هو غير صهيوني في داخل القدس وفي داخل المسجد الأقصى، هذا العدوان واستمراره يؤكد نية الاحتلال الخبيثة المبيتة تجاه أهلنا في القدس. وإن فشل الاحتلال على مدى أكثر من 50 عام على تهجير أهلنا في القدس لن يحقق اليوم حتى لو قام بما يقوم به من عدوان وحتى لو استقوى بهذه القوة الغاشمة التي يقوم بها بحق أهلنا في حي الشيخ جراح أو في حي سلوان أو مؤخرا في بيت عائلة صب لبن. ونحن نؤكد بأن الاحتلال سيتحمل مسؤولية كاملة جراء ما يقوم به من عدوان، وشعبنا الفلسطيني لن يسلم له في شبر واحد، وأهلنا في القدس لن يسلموا له في شبر واحد من حقهم في القدس ولا في بيت من بيوتهم.